حكاية اليوم حيرتني بزاف وما لقيتش لها مقدمة. حكاية إنسانة لن تغرم ولكن نوعا ما غادي يوقع لها طلاميس باش أنها تزوج بإنسان بعيد على شنو بغات. إنسانة اللي غادي يخليها باش أنها تقبل على أي حاجة هو اللي بغاها هي أمها، ولكن بواحد الطاقة اللي فوق من طاقتها. تفاصيل عجيبة وغريبة في حكايتنا الليلة، بقوا معي باش تعرفوها وباش حتى نتوما توليو تحضروا رؤوسكم من هذا النوع ديال البشر ومع من تقدروا تشاركوا حياتكم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. هذه حكايتي برنامج اللي تحكي على واقع مجتمعنا المغربي او بالاحرى مجتمعنا العربي، حكايه ديال الناس اللي كيتقاسموهم معنا باش نوليو نحضروا رؤوسنا من خلال العبار ديالهم. اذا كنتي جديد على القناه كنقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك. لنبدا. كتقول صاحبه الحكايه، حنا عائله كتكون مني وخويا اللي صغير واختي من بابا، كنا تنعيشوا على قدنا. ماما هي اللي كانت كتكافح اكثر على قبلنا، كانت من عائله اصلا ميسوره. بابا حتى هو من عائله ميسوره ومعروفه في واحد المدينه هنا في المغرب، غير هو ما كانش عاطي اهميه للرزق اللي خلاو ليه والديه سمح لهم فيه. الام ديالو ماتت وهو عنده 9 سنين. با غادي يتزوج بواحد الانسانه اللي ظالمه، من بعد عامين ديال الزواج ديال با بهذيك المراه غادي يموت وغادي تجري عليه هو وخوتو الصغار، ورزقهم داتو ليهم وسمح في كل شيء. بابا كان مهلي فينا ولكن مسكين كان على قد الحال، كنا عايشين مزيان الحمد لله، واللي حلينا عليها فمنا كانت ماما كتقاتل عليها باش ديرها لينا. كنا عايشين غير في الدار ديال الكرا، با سيدي وحبيبي غادي يشريو لينا الدار كاش. كنت نقرا في مدرسه ديال الفلوس، بابا قرر باش انه يدخلني لمدرسه عموميه في الاعدادي لسبب واحد، لانه كان تيقول ماما دوك الفلوس راه زايدين فينا. فعلا دوزت فيها 3 سنين من العذاب، البنات كانوا كيتعداو عليا، وقت ما خرجت من المدرسه كانوا البنات كيتلقاو ليا كيضربوني او لا يهددوني باش نوريهم في الامتحانات حيت كنت متفوقه. ما قدرتش نتاقلم مع هذا الوضع، فاش وصلت للتاسعه غادي نمرض. كنت نكون جالسه وكنبدا كنتف في واحد البلاصه في راسي حتى تنفخات ليا، اولا تنكون جالسه حتى كيهبط ليا الدم من نيفي. غادي تديني ماما لعند الطبيب، دارت ليا السكانير، درت التحاليل، ما عندي والو. كنت مضروره نفسيا، ما تقبلتش انهم يبدلوني من مدرستي، خصوصا نولي دايره بتلميذات اللي هما حكارات. ماما قررت باش انها ترجعني لمدرستي، كذبات على بابا وقالت ليه بلي انه با سيدي او لا باباها هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه ديال المدرسه. استمرت الايام حتى لواحد النهار كانت عندي 15 سنه، بابا كان جالس معانا في الليل كنتعشاو وعادي وكلشي بخير، فاق مع 5 ديال الصباح باش يصلي الفجر وبدا يحس بشي حريق. ماما دات لواحد الكلينيك اللي ما لقاو فيه حتى طبيب، كلشي خرج يفطر مع 7 ديال الصباح. فاش هي وصلت هزاتو عاوتاني غادي تديه لسبيطار واحد اخر، شافو شي طبيب شويه هو يخرج، هو بابا وقال ماما بلي انه ما عنده حتى شي حاجه وراه غير عيان شويه. بابا خرج غادي يطيح في الارض، هزوه ودخلوه لواحد البيت. ماما بقات كتسنى، ولكن هاد المره غادي يخرج عندها الطبيب باش يقول ليها ان لله وان اليه راجعون. هو فعلا وصل الاجل ديالو ولكن كان اهمال طبي كبير. تصدمنا ونوعا ما متقبلناش، بابا كان هو السند، كان هو الحياة. لما ماما غادي تبيع الدار حيتاش مبقيناش كنقدرو نعيشو فيها مع الذكريات والفراغ اللي خلى لينا بابا على غفلة، فاختي من بابا اللي 10 سنين وهي غابرة عليه وعمرها ما جات لعندو ولا شافتو، حتى النهار مات وسمعت بلي انه بعنا الدار عاد تما جاية. صدعت ماما على حقها، ماما عطاتو ليها واخا بابا الله يرحمو ما كانش مخلص في هاد الدار والو حتى درهم، ولكن حيت ماما كانت كتبغيه دارت نص نتاع الدار في سميتها ونص الاخر سميتو. واخا كان عندها الدليل ديال عائلتها بلي انهم هما اللي شراوها لينا، قررت باش انها تعطيها رزقها باش تحيد عليها التقليد وصافي. في 2012 غادي تبدا القصه ديالي الشخصيه. من بعد عام على الموت ديال بابا كنت في الباك، كان عندي 16 سنه، فيها تعرفت على واحد الشخص واللي هو الاستاذ ديالي، كان تيقرينا في المدرسه واللي كان في عمره تقريبا 26 سنه. الفراغ والموت ديال بابا خلاتني باش انني نحط عليه الراس ونميل ليه اكثر. هو غادي يستغل هذه الفرصه وبدا كيتحكم فيا، ما تخرجيش ما تفعليش ما تمشيش. انا بديت نحس بلي انني راني مزيره بهذه الاحكام، وفهمت بلي انه بحال ما باغينيش انني نتفتح على العالم الخارجي او نتعرف على شي اشخاص واحد اخرين، حيت هو ما كانش شخص اللي زوين او مهلي في راسه ومعه كان مبلي وكذبان بحال شي واحد اللي اعزكم الله مسخ. سال العام شديت الباك، 2013 الصيف ديالو جا فيه رمضان، كنت بليت نخرج مع صحاباتي تنجلس في قهوه بلا ما يعرفوا هو باش ما يبقاش يصدعني. واحد المره جالسه مع صاحبتي في القهوه وجا عندها الصديق ديالها اللي ما عجبنيش وما تيدخلش الخاطر، قلت ليها
فلانه راه دخينا ماشي السيل ديالك. قالت لي لا راه ما بيني وبين والو، ما عندي ما ندير به، هو اصلا زقرام وحتى القهوه هي الاخر ما تيخلص على راسو. جلس معانا وبقى عليا انا، وانا راني وانا من هاد المدينه وهو ماشي منها، وعندي 34 سنه وهو كانت عنده 38 سنه. ديك الوقت فيما كنت كنخرج اولا تندخل كانت ماما كتديني وكتجيبني. نهار كانت خاينه جات عندي بغات تهزني، ووقف عليها قال لها خالتي اجي جلسي معانا، وبدا عليها بشي كلام. ماما جات جلست معانا بدات يدوي معاها، او بمعنى اخر بدات يغسل ليها دماغها مزيان، وبدا يمثل عليها الراجل المثالي. مشينا للدار بقات عليا ماما وزوين داك السيد الله يعمرها دار وهادي، علما انه بينه وبينه 5 سنين. انا تنقول لها راه حرق ليا راسي، وكل مره تيسول فيا. صاحبتي كدوي ليا كتقول ليا راه فلان بغى نمرتك. قلت لها لا ما تعطيهاش ليه. ماما قالت لي علاه مالك حتى ما تعطيهاش ليه، ياك غير النمره عطيها ليه وبقاو في التواصل ما بيناتكم، هو مربي وتيبان لي بانه صديق صالح. انت اصلا ما عندك ما غادي ديري ليه، راه تبعك القرايه. فعلا صاحبتي عطاتو لمرتي وبقى كيدوي ليا صباح وعشيه. قالو تمشي معايا نجيب الحلوه ديال العيد، قالو تمشي معايا نجيب هاد الصخره. ها هو شويه ولا تيزعم على ماما في الخدمه، ولا السيد تيدخلينا مع العظام، ولا بحال شي شريك. غادي عيط لامو وغادي يلاقيها بماما. عاوتاني واحد المره صدفه غادي يلقاوه مع مو في الطوموبيل تيوريها الدار فين حنا تنسكنو. السيد لصق واحد اللصقه ما تلاش بغى يتفك معايا شويه، ها هو غادي ينقز معايا لمرحله واحده اخرى. قال لي باغي نجي نخطبك. انا رفضت وقلت ليه لا انا مازال بغيت نقرا ومازال بغيت نفعل ونترك. بقى عليا لا كوني هانيه ما هانيه. دار لي حتى انا واحد الغسيل ديال الدماغ بواحد الطريقه اللي هي غير طبيعيه. واحد الوقت انا وماما تيبان لينا غير داك السيد. تقدروا تسولوا لي هذاك الاستاذ، هذاك الاستاذ صافي سديت عليه بمره واحده. اما هاد السيد الجديد شهر 7 عرفتو، شهر 9 خطبني، موراها العرس، كلشي زرب عليا فيه. ما عرفتش كيفاش وقع داكشي بديك السرعه. في نفس ديك المده تنجلس ونقول لماما لا راه ما بغيتش، لا راه ما خصنيش، ما بغيتش. حتى كنبغي نحبس كلشي وتجي ماما تقول لي وديري اللي بغيتي يا بنتي، ولا غد لي كتعاود تولي وحده اخرى، ولا وحنا درنا مع الناس وسبقنا هذه. تنقول لها ماما نحلي الشيطان، غالبا قلت لي بلي راك باقي صغيره. شي حاجه كانت فوق من طاقتي انا وماما. داخليا ما باغيينش هذا الزواج، ولكن كيف قلت لكم كانت شي طاقه كبيره علينا كتخلينا باش اننا نستمروا. بعد ما تزوجنا بطبيعه الحال حبيبي والعائله ديال ماما هما اللي مخلصين علينا لوطيل والعرس اللي هو دار معنا فيه نص بالنص، مراها غادي نمشي للدار ديالو واللي كانت عامره بعائلته. مازال بقى من العرس جالسين تما. كل صباح وانا بقى عروسه كنفيق ندوي لماما هي اللي كتعاوني شنو نطيب الفطور. اختو كبر منه بعام كتفطر كاس هو التالي ما كتهزوش. اما امو كدير سبب القران والصلاه. انا يلا عندي 18 سنه يلا قلت بسم الله ومازال ما عارفه والو. كبرت غير بالفشوش واللي بغيتها نلقاها. بديت كنعيا او بالاحرى انا مولفاش بهاد الحياه. مشينا سافرنا بدلنا الجو، غير رجعنا ها هما جاو عاوتاني بالحرام تكبوا علينا. بقيت واحله في نفس المشكل، كل شهر ها هما جايين وهنا واحله مع الكوزينه وما كاينش اللي يعاونك، علما انه اختو ومرت خوه عيالات اللي هما كبار عندهم كدا 30 سنه. كل مره خصني ندير ياك سكسو يا دجاج وانا ما عارفاش اصلا طيب، ما عارفاش هذا الشيء. كل مره كندوي لماما تقول لي شنو ندير وكيفاش ندير. غادي نتعصب، غادي نبدا كنمشي نقولها ليه يتعصب عليا وغادي يقول لي سوقك هذاك وليدي هادو هما الاولين. هنا فين بدينا المبدا بزات والغوات حتى ولا يتجرا يضربني. ما داش بزاف حملت، من بعد حملتي بثلاث شهور حصلته كيخوني مع واحد السيده اللي مطلقه بثلاثه ديال الاولاد. تيتراسل معاها في موقع مواقع التواصل، والحب والغرام واللي هو بنفسه كيدقى ليا حتى انا. غادي نهز البيسي ديتو لماما خليته ليها كدليل وبقيت معاها. جا لعندي بدا كيطلب وكيرغب سمحي ليا، وتيحلف بلي انه هذيك راه غير صديقه اللي تلاقى بها وشي هضره اللي ما كتدخلش الدماغ. شفت حتى عييت وقلت اوكي معليش هاد المره، نعلت الشيطان وعلى قبل هاد البيبي مشيت لعندو. دازو الشهور ولدت. ها هو السيد بدا تيخرج لي واحد الوجه واحد اخر ما كنعرفوش. بدا تيقول لي ماماك ما تبقاش تجي لعندنا، ما نبقاش نشوفها حدا باب الدار، ما تجيش للدار، وانا ولدي باقي صغير ما تنعرف ندير والو، هي اللي كتخرجني. ماما بالنسبه ليا هي الدين يمنى. ها هو حرمها عليا، وطبيعة الحال والديه كانوا حلال عليا. الدار ديما عندي عامره بعائلته كلها وانا ماما ما تجيش. بقيت صابره صابره ولدي شد شويه راسو. دخلت نخدم في واحد السونتر دابيل، في نفس الوقت دخلت نقرا في واحد المدرسه اللي كانت كتخلص عليا ماما. هو بدا تيقول لي عطيني دوك الفلوس باش كتخلصي. اويلي هذا منيتو، كل مره مصدعني صفت لي الفلوس للكونت ديالي. ماما قالت لي لا. شويه بدا كيقول لي قسمي معايا انا تنصرف ونخلص طريطات نتاع الدار. الدار هو اللي شاريها قبل ما يتزوج بيا، وزيدون كل ما تخاصمت معاه تيقول لي خرجي داري هذه عيشني في الجحيم. ساليت ديك الفورماسيون اللي كانت كتخلص عليا ماما وغادي نخرج من السونتر دابيل
دوزت امتحان اللي به غادي يقبلوني في المرحله الاولى في ديك الخدمه جديده، ولكن قبل غنعاود ندوز فيها فورماسيون واحد اخر اللي بها غادي يختاروا 4 ديال الناس من دوك 14 اللي بقاو. السيد كل مره تيقول لي عندك يصحاب لك راسك غادي تبقاي، انت من دوك 4 والله لا زوك راكي غير فاشله وبقاي تبع الحفاظه ونساي دارك. انا في هذا الوقت كنت نمشي نجلس في الصاله، كتبي كامل هم منشورين، كنبدا غير كنحفظ، في نفس الوقت كنردع ولدي وكنطيب ليه العشاء وما كنعس حتى 3 ديال الصباح ونوض مع 6 ونمشي نقرا. بقيت هكاك لمده 3 شهور ضبط فيه حتى اختاروني. عيطت ليه قال لي الو اندرا جراو عليك، قلت ليه لا قبلوني. بديت الخدمه والصالير ديالي كان كثر من ديالو. تخيلوا بما انه كنت تكريسيس واحد النهار حدا الدار وسرقوا لي التليفون ديالي، فهو شرى لي واحد جديد ولا تيقول لي لمده 3 شهور 2000 درهم تحطيها ليا دابا، زائد عليها كل شهر خصك تعطيني 2000 درهم واحد اخرى ديال المصروف. بقيت صابره ومسلكه معاه. قلت لماما غادي نعطي لراسي 3 شهور غير نوقف على رجلي ونهز ولدي ونزيد في حالي. داكشي اللي كان واحد رمضان بالليل دابزنا، قال لي هزي حوايجك وسيري. قلت ليه لي ما تعاودش، هز لي باليسي ووقف لي حدا البنكه. قال لي سيري جبدي لي فلوسي، قلت لي شمن فلوس؟ قال لي بقات لك 2000 درهم ديال هاد الشهر زائد 1000 درهم. ما ترددتش، هبط جبتهم ليه عطيتهم ليه، حطني حدا الدار وانا ندخل. مع الوقت عرفت بلي انه ديك الخياطه اللي كان كيديني عندها كنت نخيط عندها حوايجي. من بعد هي ما عرفتني مزيان ودوزات معايا واحد المعرفه نتاع 3 سنين. قالت لي غادي نقول لك واحد الحاجه وتبقى بيناتنا. قلت لها شنو هي؟ قالت لي راه راجلك كيدير لك السحور وهو امه. ما دخلتش لي هاد الهضره مزيان لراسي، واخا كنت نشك حيت من الاصل هاد الزواج ما كنتش باغاه، وكنت نحس بلي انه شحال من حاجه كانت بزز مني فوق من طاقتي. ولكن من بعد واحد الصديق ديال عائلته غادي ياكد لي هاد الخبر وقال لي بلي انه الفقيه اللي تيمشيو عنده كاين في هاد المنطقه، وها فين وها فين بالضبط. فاش بديت كنستوعب هاد الكلام مشيت وصيت العساس ديال الدار وبديت كنرد البال لحوايجي، لقيتهم فعلا كل مره كانت كتنقص شي حاجه. نهار مشيت عند ماما العساس قال لجارتي قولي لديك السيده ترد البال لحقيتاش بانت لي مات راجلها كترشي حاجه حدا الباب. وانا ما قدرتش نقولها لها مباشره حيتاش خفت لي يجريو عليا من الخدمه. انا هاد المره جيت عند ماما وحلفت باش انني ما نعاودش نرجع. جلسنا ايام ولدو ما تيسولش فيه، بديت كنهددو سير رفع دعوه ديال الطلاق و الا ما رفعتيهاش غادي نمشي للبوليس وعندي دليل عليك على الخيانه الزوجيه. من تصاور وهضره وشوف راك انت في الاخر انت اللي خاسر. تخيلوا فاش مشى يرفع عليا دعوه ديال الطلاق غادي يرفع عليا انا خيانه زوجيه، واستعن بشي ابليكاسيون في التليفون دار بلي انني كنجمع مع شي رجال الى اخره. غادي يعيطوا عليا الشرطه القضائيه، بداو كيسولوني. بديت نقول لهم علاش غنفسد؟ من الاحسن انكم تدوني عند شي طبيب شرعي ديال المحكمه هو اللي غادي يقول لكم شنو كاين بالحقيقه. المهم المحامي ديالي كان قال لي كيفاش نتواصل معاهم بما انني كنت بريئه، انا كنت خدمه الدار ولدي وعندي تليفوني اللي تيعيطوا لي فيه الناس ديال الخدمه لا اكثر ولا اقل. ديك النمره اللي دار بلي انني تندوي معاها تيعيطوا عليها ما كتجاوبهمش، واللي هي في الاصل راه عنده هو. شحال هو مجرجر فيا وتيقول لهم انا غير بالنايم ما كنتخلصش بزاف، ومشى زور الورقه ديال الخلصه ديالو. فضحته ولكن دار جميع الطرق باش انه ما يحطش النفقه على ولده، وداكشي اللي كان ما حط والو وطلقنا. كل مره تنقول له حط الفلوس كيهددني بلي انه غادي يحيد لي ولدي، وبلي الا مشيت تجرات تزوجت غادي يقتلني ويحيدوا لي. ما كاين غير التهديدات. 2018 طلقت رسميا، صبرت حتى 2019 هزيت ولدي مشيت انا وماما رحلنا لواحد المدينه واحده اخرى بعيده، سكنت فيها جلست من الخدمه وما عندي باش نخلص الكرا ولا نصرف ولا نخلص الاوراق ديال الطوموبيل. هو حلف ما يصيفط لولده ما عقلش عليه. 8 شهور وانا شوماج غير كندعي الله وماما كتقول لي غير صبري. من بعد ربي وقف معايا، جاب لي بوست واعر، خدمت وقفت على رجلي، دخلت ولدي احسن دراسه وشريت ليه احسن حوايج. ايامات فاش كانت كتوصل الوقيته باش انه يشوف ولده كنت تنصيفطو ليه. تخيلوا كان ديما مرجعو ليا بشاكوش خاوي من الحوايج ديالو، عييت معاه رجع الحوايج، تيبقى عليا واخا لا درتهم يتصبنوا تينشفوا، المهم تيدير اي حاجه باش يجبد معايا العيب. من بعد 3 شهور على الخدمه غادي نتلاقى بواحد الانسان ما كيعيش في المغرب، كنت جالسه مع صاحبتي جا لعندي بغى يدوي معايا ما عجبنيش، بقى عليا بغى النمره ديالي بغى النمره ديالي. صاحبتي قالت لي اعطيه نتاع الخدمه وخليه، فعلا عطيتها ليه بقينا في تواصل. هو رجع في حاله ومشى. من بعد 4 شهور قال لي بغيت نتزوج بك. تزوجنا دوزنا 8 شهور مجموعين، وفي نفس الوقت كان خاصني نبقى ساكته على قبل ولدي. باهي الا مشى ساق الخبر يقدر يحيدوا ليا اولا يدير ليا شي مونتيف باش يحيدوا ليا. راجلي رجع في حاله وانا دفعت الوراق وتيسرت لي الامور، خليت ولدي مع ماما في امان. والطليق ديالي قلت ليه بلي انني في واحد الدوله من غير هذيك اللي انا فيها غادي يطمع. بقى عليا عرفتي شنو، انت في ديك البلاصه شوفي ليا كيفاش ندير ونطلع عندك ونتصالحوا ونهزوا ولدنا بجوج.
ما فراسوش بلي انني تزوجت، ما فراسوش بلي انني عاودت حياتي. انا غير كنسايس معاه تنقول ليه واخ غير باش يعطيني الموافقه ديال ولدي نجيبو غادي نحمل. ومره مره كان تيدوي معايا وتيقول لي انظرا اشنو باقي مازال درتي ليا في داكشي اللي قلت لك وقتاش غادي تهبطي للمغرب. انا تنقول ليه شوف اذا عطيتيني الموافقه ديال الولد غادي تكون سهله وهو اللي غادي يدير لك الوراق ويجيبك. المهم تنتراوغ عليه وكنطمع فيه كل مره مصدع ماما ولا حبيبي بلي انه بغى يرجعني. انا ولدت ولدي الاول اللي عنده دابا 7 سنين خصني نقول ليه بلي انه عندك خوك صغير. غادي ندوي ليه في التليفون وغادي نقول ليه بلي انني غادي ندوز لك خوك الصغير وانا اللي جبته من الكريش وغادي نفهمو على قد عقله وبلي انني ما بقيتش خدامه في هذيك الدوله وراني مشيت لهاد الدوله الاخرى اللي هي اصلا فين كنسكن. هو غادي يمشي يعاود كل شيء كيف ما هو. الباه عيط لماما ديك الساعه قال ليها شكون داك الولد. ماما كتقول ليه لا راه غير ولد اختها وهي راه قريب غادي تهبط المغرب. المهم هي حاولت انها تبرد الدعوه. قال لها يوصف الا جات نتلاقى بها ونقادوا المسائل ديالنا. مؤخرا السيد ما بقاش تيصيفط لولده والو وانا من نهار مشيت كنصيفط لماما كل شهر باش تكون بولدي مهليه فيه من حوايج من فلوس كل شيء واللي حل عليها فمو واي واحد لقيته هابط تنصيفطها ليه معاه. مؤخرا عيطت على باه وقلت ليه حشومة عليك راه ما يمكنش هادشي اللي كدير والدخول لمدرسي دابا وانا راه بزاف عليا حتى ديك 1500 درهم حبسي عليه راه بزاف. تخيلوا شنو قال ليا. لا انا راه هازو هادي 15 اليوم وكلته وشربته. اويلي راه ولدك هذاك واش انا فاش كنصفرو كنخرجو نلبسو ونشري ليه تنقول لك خلصني. ولكن معامل الصدمه القويه غادي تكون لما غادي يفهم الفيلم اللي درت عليه. داكشي باش تنقول بلي انه خاصني نهبط للمغرب قريب باش نتلاقى به ونقنعو ونهز ولدي ونجيبو معايا. اما بالنسبه لولدي نحاول معاه انني نفهمو بلي انه ما خصكش تقول وما خصكش بزاف ديال الحوايج علما انه رجلي الحالي اي حاجه بغاها ولدي تيصيفطها ليه للمغرب قبل ما تدوز عليه 24 ساعه. عاطي الحنان والاهميه اللي ما لقيهاش مع باه الحقيقي لدرجه انه ولدي ولا تيبغيه وكيميل ليه اكثر من باه وتيقول لي هذا حسن من بابا وبابا ديما تيدير راسو مسكين وما عندوش الفلوس. نهايه هذا الفيلم غادي نعرفها لما غادي نجي قريب للمغرب ان شاء الله. ما كرهتكمش انكم تدعيو معايا باش تيسر لي هذا الامر. ولدي اذا بقى معاه غادي يطلع مريض ولا معقد وانا تندير المستحيل باش انني نقدر نعتقو من النرجسيه ديال باه. نصيحتي الاخيره اي وحده بغات تزوج ما تزربش حتى تعرفي انتي مع من وشكون واخا يكون هو اللي تيبان لك في هاد الدنيا. وهذه هي حكايتي في حلقه اليوم. انا ما غادي نقول حتى شي عبره وما غادي نقول حتى شي نصيحه. ما كرهتكمش نتوما تخليو ليا شنو استفدتوا من هاد القصه وشنو النصيحه اللي تقدروا تعطيو لاي واحد كيتفرج فينا دابا. انا كنتسناكم لتحت باش نقرا التعاليق ديالكم.